بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم مشاهدي عمان الرياضية بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الحدث. نواكب ما جرى وما سيجري من أحداث رياضية على الساحة المحلية، ننقلها بالصورة ونتابعها بالتفصيل. الحدث اليوم فقرات وأخبار متنوعة، كونوا معنا خلال الساعة القادمة. البداية بالمتفرقات المحلية، ثم نأتي من خلالها ونتحدث عن نادي صحم الذي تأهل بالأمس والنهضة اليوم الذي يلعب أمام الخريطيات. عندنا ضيوف اليوم من الجميع العماني للسيارات، وعندنا شباب مبدعين شباب نادي صحم. ابقوا معنا، فالحدث دائما يضعكم في قلب الأحداث. بكم البداية دائما مع الأخبار المحلية، حيث يخوض نادي النهضة مواجهته الأخيرة في التصفيات الأولية للمجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال الخليج 2014 أمام نظيره فريق الخريطيات القطري مساء اليوم على ملعب الخور القطري. ويدخل النهضة مواجهة الخريطيات من أجل تأكيد الصدارة للمجموعة بعدما تمكن من جمع 7 نقاط إثر تعادله مع النصر الكويتي ذهابا بهدف لهدف، والفوز ذهابا ب4-0، والفوز ذهابا على الخريطيات بنتيجة 2-0، فيما يملك الخريطيات 4 نقاط جمعها من تعادل مع النصر الكويتي ذهابا ب4 أهداف لكل فريق، والفوز عليه إيابا ب4 أهداف لهدف واحد. وسوف يفتقد إلى البرازيلي دومينيغوس والمدافع المهدي الخماسي بداع الإصابة، ولا شك أن المدرب براتران مارشان يعي صعوبة المباراة، وستكون مهمة النهضة صعبة في ظل رغبة المنافس لا رد الدين جراء خسارته مباراة الذهاب بهدفين دون رد. ولا شك أن المدرب الوطني حمد العزاني يعي تلك الصعوبة، خاصة أن المواجهة ستقام على أرض المنافس. التوفيق لممثل الوطن. نادي النهضة متصدر الترتيب بدوري عمان للمحترفين في اقتناص 3 نقاط والوصول إلى النقطة 10. على الجانب الآخر، تأهل ممثل نادي صحم إلى الدوري الثاني متصدرا لمجموعته بعد فوزه على الرائد السعودي 2-2 في المباراة التي جرت أحداثها مساء أمس ضمن منافسات بطولة كأس الأندية الخليجية 29 لكرة القدم، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. وبهذا الفوز يرفع صحم الرصيد إلى النقطة 8 متصدرا للمجموعة. تابع ردود أفعال الجماهير الحاضرة للمباراة. والله اليوم مباراة كانت طيبة، استغلوا الفوز إن شاء الله وتقدموا بهدف الأول.
بعدين تعادلوا وبعدين تقدموا، ما شاء الله فوز طيب صراحه، واليوم مستوى طيب ان شاء الله، وان شاء الله للامام ان شاء الله. الحمد لله طيبين وصراحه راضين عنهم، مستواهم وايد طيب صراحه، الله يوفقهم دائما حل قدام ان شاء الله. مبارك للازرق الصحماء هذا الفوز، ونتمنى ان شاء الله في الادوار القادمه ان شاء الله مستوى يكون احسن واحسن. هذا الفوز ما جاء الا بتعاون الجميع، يعني بتعاون الاداره واللاعبين الجهاز الفني، ونشكرهم على ما بذلوه في هذه المباراه، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في دور الثمانيه. والله مباراه كويسه، والحلاف فيها ثلاث نقط يعني، ومبروك على فريق صحام، وهارد لك فريق الرايد السعودي. اول شيء ابارك لنادي صحام على هذا الفوز، وابارك نادي النهضه نفس الشيء على تاهله، ورافعين الراس كره العمانيه صحام والنهضه، ان شاء الله فنجة على الطريق في البطوله الاسيويه ان شاء الله، وبارك لهم على التاهل، وان شاء الله يدوا في المباريات القادمه الافضل. اداء الفريق ممتاز ان شاء الله تصاعدي، وان شاء الله في المباريات القادمه يكون الافضل. المباراه حلوه صراحه، والحمد لله ان فزنا احنا اثنين يوم عليهم واحد، لا باس اداء اللعيبه، لا باس يعني، شيء منهم زينين وشيء منهم زين. بسم الله الرحيم. المباراه طيبه الحمد لله، لعبوا الشباب ادوا مستوى طيب وما قصروا، بذلوا مجهود كبير، وان شاء الله هذا العطاء يتواصل في المباريات القادمه ان شاء الله في الادوار الثانيه. المباراه كانت صراحه جميله وشيقه، بس في كان تحفز من الفريق صحم، من فريق صحم في تحفز كبير، وخايف يعني على النتيجه، وفي مغامره من قبل يعني نادي الرائد السعودي، حتى الدليل انه سجل هدف يعني، وكان صحم يعتمد على الهجمات المرتده، وفعلا تحقق ما يريده وهو الفوز 2-1. الحمد لله على هذا الفوز وصدارة المجموعة للأزرق الصحماوي، وكل هذا بفضل الله وفضل اللاعبين وإدارة صحم والجهاز الفني ككل، عمل جبار كبير قاموا به، ونطالب رسالة خاصة إلى جماهير صحم الغائبة عن الملاعب، ونطالبهم بالحضور والمؤازرة خلف الفريق في هذه الخطوات، وهذه خطوة مباركة، ونتمنى لهم التوفيق في باقي المستحقات إن شاء الله. إذن نبارك للموج الأزرق هذا الفوز والتربع على المجموعة والصعود للأدوار الأخرى ليلعب مباراته القادمة على أرضه وبين جمهوره على أساس أنه تصدر المجموعة. تفتتح اليوم الجولة 23 من منافسات دوري عمان تل للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث يواجه السويق منافس أسطورة على استاد السيب، وعلى نفس الملعب يلتقي فريق الشباب وظفار، فيما يحتضن ملعب مجمع صحار مواجهة الدربي أبناء العمومة بين صحار ومجيس. لقاء السويق ثالث الترتيب وصور ثامن الترتيب، من المتوقع أن تشهد الإثارة والندية من أجل تحقيق العلامة الكاملة، والتي ستكون محل حراك بين لاعبي الفريقين طوال شوطي المباراة، فيما ستكون مهمة فريق الشباب صاحب المركز 11 صعبة للغاية عندما يلاقي فريق ظفار سادس الترتيب من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية بعد الخسارة في الجولة الماضية من صحن بثلاثية. أما لقاء صحار صاحب المركز 10 ومجيس صاحب المركز قبل الأخير، ديربي خاص بينهما بحكم الجوار والتنافس الأزلي بين الفريقين، مما ستكون المباراة في غاية الصعوبة عليهما. بانتظار ذلك وبانتظار هذه الكرة المعتصمة تسدد، الله
إذن مباريات اليوم السويق وصور وصحار رمجيس والشباب وظفار. طبعا صحار رمجيس على المجمع الشبابي بصحار، أما السويق وصور والشباب وظفار على استاد السيف الرياضي. طبعا مباراة الدربي سوف تنقل على قناة عمان مباشر إن شاء الله لكل من يعني يطلب أو يسأل عن المباراة. إذن من جديد مباراة صحار ومجيس ديربي أبناء العمومة سوف ينقل على قناة عمان مباشر. صدر بالأمس حكم الاستئناف بمحكمة القضاء الإداري في قضية نادي المصنعة يقضي بصحة قرار وزارة الشؤون الرياضية بإسقاط عضوية ما لا يقل عن 120 عضوا للجمعية العمومية لانتخابات النادي. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالقضاء الإداري حكما يقضي ببطلان قرار وزارة الشؤون الرياضية في إسقاط عضوية 7 أشخاص من بين 120 عضوا، إلا أن الوزارة استأنفت الحكم ببطلان مشاركة هؤلاء السبعة في انتخابات الجمعية العمومية، وقالت الوزارة بأن مشاركتهم غير قانونية لعدم وجود أسمائهم. وتنتظر الساحة الرياضية في ولاية المصنعة انتخابات نادي المصنعة وعن ما ستفصح عنه الانتخابات بعد شد وجذب شهدت قضية الانتخابات والتي دارت في أو أروقة محكمة القضاء الإداري، حيث على وزارة الشؤون الرياضية أن تبدأ بالتعاون مع النادي بالإسراع في عملية الانتخابات وإغلاق الملف السابق، أن تبدأ الإدارة الجديدة عملها وفق الأنظمة والقوانين، وأن تحرص على عدم تكرار هذه المشكلات التي قد تعصف بالنادي. نتابع جدول المباريات يوم الخميس من دوري عمان تالي للمحترفين. فنجة والمصنعة المباراة الأولى، والسيب والاتحاد هي المباراة الثانية. المباراتين راح تقام على استاد السيب الرياضي. في بادرة جيدة ومحسوبة التقى الاتحاد العماني للهوكي بفندق بارك إن بالخوير بمجموعة من رواد اللعبة من بينهم رؤساء وأعضاء الاتحاد والأندية السابقون، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين القدماء والمدربين والحكام الحاليين. وتميز اللقاء بالأطروحات المختلفة من الآراء والأفكار التي تخدم اللعبة بالرغم من غياب معظم أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن هذا اللقاء، والذي حضره فقط رئيس الاتحاد محفوظ بن علي الجمعة وكذلك مصطفى مال الله لواتي أمين سر الاتحاد. وفي بداية الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين قدم رئيس الاتحاد شكره وتقديره للحضور على الاستجابة لحضور هذا اللقاء والتي يأتي لتطوير الهوكي والاستفادة من خبرات الرواد الذين سبقونا في هذه اللعبة، موضحا أن الجهود التي بذلتها الإدارات السابقة للاتحاد كان لها الدور الإيجابي، لكننا ما زلنا نحتاج للمزيد من التعاون وهذا يتطلب المزيد من الجهد المضاعف. إذن هذا كل بما يخص الأحداث المحلية. الحدث مستمر وبعد الفاصل نستقبل ضيوف من سباقات الدريفت أو الانجراف للحديث عن سباق الإكستريم الدريفت الذي نظمته مؤخرا الجمعية العمانية للسيارات الذي حضر أو شهد حضورا جماهيريا تجاوز 3000 شخص. ابقوا معنا.
أهلاً بكم مشاهدينا من جديد، ورحب بكل من ضمن الحدث في هذه اللحظات، ورحب بضيوفي في الاستوديو علي بن عبد الله البلوشي مدرب في الانجراف والمتعارف عليه باسم لعلوع. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يعطيك العافية إن شاء الله. والمخرج اليوم فرحان، تشرفت والله. أنا يسأل عنك من فترة كثير، يعني من زمان. أنا اللي فرحان بوجودكم أنتم، يعطيك العافية، خاصة أنت العاصمي. يعطيك العافية يا علي. على الجانب الآخر متسابق شق طريقه بنجاح من البداية، محمد بن خالد الهناي، متسابق أيضا في الانجراف. محمد مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور، يعطيك العافية إن شاء الله. فيك. وأذكر اللقاء الأول كان في شهر رمضان بيننا أتوقع. أي نعم. وما شاء الله عليك، بديت بداية جدا سريعة طلعت فيها. الحمد لله. موفق إن شاء الله دائما. نظمت الجميع العماني للسيارات نهاية الأسبوع الماضي إكستريم الدريفت الذي استقطب أكثر من 3000 متابع. دعونا نتابع أبرز لقطات السباق وما دار فيه مع المونتاج الرائع والمونتير غازي الكثيري. We'll be right back.
تستمر مرحلة أو العطاء الجميل والرائع لغازي، يعني شيء جميل ويعني تقرير رائع أبهرت وأظهرت ذلك الشيء الجميل اللي كانت الفعالية فيه الجمعية العمانية للسيارات من خلال هذا التقرير واللقطات الرائعة. كل التوفيق لك وتبقى دائما المميز يا غازي. إذن علي أرجع من جديد لك، يعني بعد ما شاهدنا هذه اللقطات أتوقع أنها واحدة من الفعاليات الأروع والأجمل اللي نظمتوها في الجمعية، رغم أن المسابقة تخص فقط الجمعية ولكن إخراجها كان بشكل جدا رائع وجميل. هو حقيقة ما شاء الله يعني إقبال المشاركين كانوا كبير جدا، خاصة من أنا من الإمارات من السعودية، فكان أبطال فقسمناهم نحن المجموعة لثلاث مجموعات، هي اللي سيارات غير معدلة والسيارات المعدلة والسيارات المعدلة اللي هي سيارات الأبطال، يعني مهيئة لنا أن يدخلوا توين دريفت السيارتين مع بعض. فكان إقبال الجمهور يعني لما سم يعني هم سمعوا كثير ان كنت انا المفروض ادخل، بس دوليا ممنوع اي متسابق او مدرب في منظم في مكان يداوم فيه او يشتغل فيه او هو يكون منظم في نفس المكان ممنوع. احنا ما راح نشوفك اتوقع الا في السباقات، يمكن سباق ريد بول لان ريد بول خارج عن نطاق الجمعيه. أيوه. وتنظيم الجمعيه. أيوه. يعني فقط ممكن تدخل العرض يعني الخارجي فقط. عندك الابطال بكره بيروحوا الامارات. جميل، احنا نروح للبطل ايضا يعني. أيوه. يعني محمد يعني تقابلنا في اول لقاء وكنت اتحدث عن ظهور واحد من الشباب المميزين والمبدعين. محمد تعطينا كذا فكره متى بديت في سباقات الانجراف، وكنا سعيدين انك انت وصلت لمرحله يعني تشار لك بالبنان من ضمن ابطال اللي هم في الانجراف. تسلم ما تقصر. انا بديت مثل ما قلت انت في اول مره التقينا في رمضان السنه الماضيه في بطوله رمضان بالضبط. ايوه هذه كانت اول بدايه ناجحه لي. كان في دخول في الساحه قبل لكن بات بالفشل يعني. لكن هذه اول مسابقه اعتبر فيها نجاح يعني. جميل. ومن هذيك المسابقة عاد شفت أن في 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 أمل للتطور هذا، وبديت بالتدريب وكذا. عندك علي ما قصر في النادي، كان متدرب، كنا كل ما أوصلنا أيام التدريب مفتوحة كنت أدخل. هو الوحيد اللي كان يشارك كثير من في حصص تدريبات الجمعية، وكان بالعكس يجي قبل الوقت. أنت أنا دائما أوصل هناك الجمعية قبل التوقيت لأن أعمل التراك المسار فكان هو مساعد لي. جميل. نعمل مسار التدريب وكان ما شاء الله عليه يعني اسبوعيا، يعني هو يومين عن الخميس والسبت كان يتابعهم يوميا. جميل. اذا ما يجي ينظم معي. جميل. كمتطوع. جميل ما شاء يعني الله. هذا الشيء اتوقع هو اللي ساعد انه يوصل للمرحله. ما شاء الله. اللي وصل هذا الشيء اللي هو محمد. السياره محمد تستخدم سياره امريكيه يعني قوه كبيره ومساحه وزنها 2 طن. السياره اثقل سياره الاكثر وزنا في السباق. صحيح. يعني قوه التحكم احمد عضلات يوميا اوزان الحديد بشكل يومي معك اتوقع. اكيد طبعا. يعني سيارتك الخاصه تستخدمها محمد؟ هي كانت سيارتي الخاصه، لكن الحين خلال هذا الشهر الاخير تقريبا بديت اني اخليها سياره خاصه للدرفت. اها لكن مسموح لقيادتها اتوقع. ايوه مسموح. ما فيها شيء مخالف. ما فيها نوع من التزويد او شيء فقط مخالف. الستيكرات اللي فيها بس ما في شيء مخالف. لا هي كماكينه وبدي وهذا كله الوكاله يعني ما في تغييرات كبيره. طبعا محمد انت حرزت المركز الاول في فئه الكار بارك درفت، تعطينا فكره عن نوع السباق هذا. نوع السباق هو الكار بارك اكثر يعني في الصعوبه في المناوره. لان ما عندنا يعني في درفت مدى طويل فيكون تحويل الوزن كله قصير، ويعني مثل ما تقول السياره معظم الوقت يعني هو اسمه كار بارك درفت، يعني يعتبر انه يعني كما تقول كار بارك درفت يعني مواقف سيارات. يعني ما في شيء اسمه اكبر عن هالاشياء، يعني انك كانك تلعب في مواقف او انه في بنايه. أيوة. فيها عواميد وكذا. هذه يبغى لكم تنظموها، هذه يبغى لكم بنايه خاصه لكم بهذا الشيء اكيد محمد. لكن المركز الأول في هذه الفئة، كيف ممكن تتحكم بالسيارة رغم القوة الكبيرة اللي يعني تظهر بها السيارة الأمريكية؟ أول واحد لما يعني يتدرب كثير ما أنه بس يدخل كذا وقال أنا أقدر ممكن أني أسويها، هذا ما يصلح. جميل. بعد تدريب طويل السيارة تقدر خلاص يكون عندك تحكم فيها، فيها سيطرة مهما كان. جميل. توصل إحساس السيارة وإحساسك أنت في تواصل يعني تلعب مع لعبتك. لازم في احساس بينك وبين السياره متى ترمي الوزن. هذا كلام المدرب. علي كونك انت مدرب في الجمعيه وصاحب ايضا مسيره
جميلة ورائعة. يمكن السباق الأميز اللي شاهدناه لك مع الأمريكي فان جيتن، حرقت الأوريك أنت في والله ما أنا يعني أفتخر أني حرقته أو شيء، بس هو الغلطة الوحيدة اللي هي صارت عنده هي فرت السيارة عليه. لكن يبقى استغلالها ما قصر، لكن أنا كهذا البطل يعني أنا أعطيه لخمس سنوات لو هزموه خمس سنوات أنا أعطيه بعده بطل. جميل، يعني بطل بطل ما شاء الله عليه. جميل علي، أنا أحب أسميك لعلوع. نتحدث عن الفئات الثلاثة اللي كانت متواجدة في سباق الإكستريم للانجراف. عندنا فئات ثلاثة كانوا، فئة هي الكار بارك والفورمولا والبرو. فورمولا برو، الفورمولا برو هي باش سيارتين يدخلوا مع بعض. زين، وعندنا الكار بارك. الكار بارك اللي هو مسار ضيق اللي هو سلالم صندوق، حركة رقم 11 تدخل فيه تطلع، يكون يعني نفس المواقف في السيارات نعمل فيه كامزات ويعملوا دفع. ويمكن جديدا محمد هذا السباق، نوع من السباق ما نظمته سابقا. لا، الكار بارك هو طبعا بدأ في الريد بول بقى. لا أنا أقصد كجمعية فقط أو كجمعية يعني أول مرة نعمل توين درفت اللي هي سيارتين مع بعض. بالضبط، اللي فاز بالمراكز الأولى عليه الأول فاز العاصمي في البرو محمد مامو. هي هي. يعني فك النحس أخيرا محمد محمد مامو ما شاء الله توفق أخيرا. يعني كان بعد تعديل السيارة بعد ما عدل فيه كثير يعني طبعا. جراج فيوتشر يعني إبداع الحين ما شاء الله عليه، اشتغلوا مع شغل طيب أتوقع، حصل سبونسر جديد جراج فيوتشر وارتفع مستوى ما شاء الله. وعندك في الفورمولا فاز محمد الصوافي. يعني محمد الصوافي لابد أن نقف شوي عند محمد الصوافي الأمانة عليه. محمد الصوافي جالس الشغل أيضا مثل ما شفنا احنا محمد الهنائي كيف بدا ايضا على الصوافي، وعلى الصوافي حتى خارجين متميز. يعني محمد صوافي الامارات جاب نفس الاول نفس الفئه اللي هو مشارك فيها. محمد صوافي ما شاء الله مبتدئ جديد في الحلبة، يحب يسال، يسالني، يسال محمد البطل محمد مامبو، يسال رفعت، يسالني انا. ركب معي مره، سرق مني حركتين بس، لكن العيونه العيون انا مدرب، فانا ما خلاص يعني محسوب عليك الحين. فانا مدرب في الحلبة يعني ما مستحيل ان ابخل على شخص. جميل، رائع. ويبقى هذا دورك انك انت تنشر هذا الرياضه محمد. جميل، اذا والفئه الاخرى الكاربارك طبعا كاربارك محمد دخل فيها محمد هناي هو خبرنا عن كيف محمد يعني اموره تمام ما شاء الله. حاليا راح تشارك في الامارات ان شاء الله غدا ان شاء الله، متوجهين للامارات. احنا سوينا فريق عماني فقط لمشاركات خارج السلطنه. جميل، من يتكون من الفريق هو حاليا ما في اشخاص معينين دائما ممكن يكونوا، لكن اللي بيشاركوا غدا يعني عندك محمد العاصمي مامبو. أيوة. ومحمد صوافي ورفعت الحيائي وانا طبعا، يعني اربعه اسماء. من الاسماء انا المفروض اشارك معهم، بس سيارتي ما مجهزه اللي هي الرول كيج، فالحين عندي موعد مع القراق الداعم لي في الصيف بيعمل لي جهاز سيارتي حال الموسم الجاي. الموسم الجاي ان شاء الله راح اشارك الامارات، الكويت، بحرين، بمر على كل الخليج ان شاء الله. جميل، واتوقع انك لابد من اظهار المهارات هذه طبعا ان شاء الله. حلبه ياس ان شاء الله، حلبه ياس اتوقع الحلبه معروفه وحلبه حلبه عالميه مجهزه يعني من السيفتي من كل المتطلبات. محمد او علي، نتحدث عن الجمعيه استقطبت وغيرت مسار حيرضه المحركات خلال سنه واحده فقط. هذا يدل على أن هناك بالفعل عمل كبير وجبار من مدير عام الجمعية، مجلس الإدارة، وأنتم كموظفين في الجمعية. السلامة دائما هي الأساس، واللي أنتم تنشدوا له دائما وغايتكم، وهذا الأساس يمكن عالميا مش فقط معنا في السلطنة، وأنتم طبقتوه 100%. الحمد لله، نحن صارنا لحلبة الدرفت، خلي الكارتينج، خلي الرالي، خلي أتكلم عن الدرفت. الدرفت بدينا نحن شهر 8 شهر 3 السنة الماضية. يعني كملنا الحين سنة وشهر. الحمد لله ما صار في عندنا حوادث خطيرة أو إصابات أو حريق أو يعني السيفتي عندنا الحمد لله تمام. عندنا فريق مارشال اللي هم فريق مارشال تيم للنادي يشارك في الدريفت، يشارك في الرالي، يشارك في كل. هو نفس الفريق اللي موجود عند لؤي البجالي؟ بالضبط، هو مسؤولهم، هو المسؤول طبعا لؤي عندهم. جميل، يعني هذا الشيء هي هو كله هي تدل على ويش؟ على دل ان الاداره الاداره اللي ماسكه الجمعيه عامل اداره الشغل. يعني مثل سليمان الرواحي عقليته مفتحه في سباقات السيارات والمحركات. وللامانه يعني احنا كنا قبل يومين نتحدث زميلي رباب انه بالفعل سليمان الرواحي غير عقليه رياضه المحركات في السلطنه بشكل كبير. ما شاء الله عليك. انت خلال سنه خليت الجمعيه من ذلك المكان المهجور الى مكان يعني يعم بالضجيج والحركه.
والناس اللي رايحه جايه عليه، يكفي انه الشوارع ما عدنا نشوف الحمد لله يعني في اشخاص المشاكل زملاء يشتغلوا يعني في الشرطه. اول كان في بلاغات عن السيارات انت واحد منهم علي انت اللي بديته في اللعبه. اول كنا نفتقر من الحلبات فكنا ما يعني كنا صح نمارس بس اماكن خاصه يعني بعيده عن يعني اماكن بعيده عن السكان واماكن عامه. طبعا انا ومحمد العاصمي وكلنا كنا نروح مكان بعيد نافي نتدرب لان ما في عندنا مكان نتدرب للسباقات الدرفت، فكان عندنا ريد بول سنويا ونتدرب. فالحين الحمد لله الجمعيه العماليه فتحت ابوابها الحين وسهلت الوضع تغير اصلا هي وتسهيل كثير للمتسابقين وحصص تدريب اسبوعيا يعني الحمد لله الجمعيه رفعت مستوى رياضة المحركات كثير. جميل. محمد القادم بالنسبة لك أنت إيش اللي تطمح توصل له؟ خاصة أنك أنت وصلت لمرحلة في السلطنة بدأت تطلع خلاص من بين الأميز في السلطنة في رياضة الانجراف. أنا إن شاء الله ناوي بعد تعديلات السيارة، السيارة تحتاج تعديلات عشان نقدر نتنافس شوية ننافس الأخوان اللي حد وصل مستواهم فوق. فإن شاء الله بعد التعديلات في طموح عالي إن شاء الله. تسعى لسيارة ثانية ولا نفس السيارة راح تشتغل عليها؟ لا أشتغل نفس السيارة. خلي مميز. نفس السيارة. ومن فئة الأمريكي الوحيد في السلطنة. يعني كل السيارات اليابانية. جميل. علي كلمة توجهها يعني لكل من يعشق رياضة السيارات والمحركات وخاصة رياضة الانجراف. والله أتمنى من كل شخص يحب هذه الرياضة. طبعا يمارسها في المكان المخصص يعني ليس في اماكن العامه. طبعا في اماكن العامه يكون خطوره 100% لكن اذا جاء وعنده سياره مجهزه بالطفايه والهلمت واللبس الرياضي ويمارسها في المكان المخصص طبعا يكون 20% الخطوره. طبعا عندنا احنا السيفتي في الجمعيه السيفتي والدفاع المدني يشاركنا على كل فعاليه دفاع مدني اسعافات الحمد لله ما في عندنا اي مشاكل او انه نقص في السيفتي. واتمنى اي شخص يحب هذه الرياضه يتقدم للجمعيه العماليه للسيارات. عندنا تجهيزات عندنا كل شيء جاهز للمتسابقين والثاني شيء عندنا تسهيل للمتسابق. جميل. من ناحيه انه عضويه او كذا وكل المساعده اللي يطلبها من الجمعيه هو طلب مني انا بس اجيب لك ماجد الايساي وتركبه معاك درفت. لا ان شاء الله ما يهمك خليك امور طيبه ان شاء الله. محمد ايضا هي كلمه اخيره لك بالنسبه لك من خلال مشاركتك في هذا السباق فوزك بالمركز الاول والقادم ان شاء الله باذن الله تعالى. هو بدايه نشكر النادي بصراحه. جميل. يعني جمعيه عمانيه السيارات هي اعطتنا فرصه ان نتدرب ونشارك وسوت لنا ايضا مسابقات والفعاليات هذه اللي احنا نظهر فيها براعتنا وابداعنا في السواقه في الدرفت. جميل. ثاني شيء انا اشجع كل شخص يحب درفت وعنده سياره فيها دفع خلفي وكذا انه يجي النادي ويجرب على الاقل. ما تعرف ممكن يطلعوا عنا كثيرين ابطال كثيرين يمكن يطلعون. وايش سالفه بس الولد الصغير اللي في الحلبه معاكم مع مامبو هو يلتف هذا الولد الصغير هذا هاوي السيارات وابوه نفس الشيء نفس يعني يحب السيارات فجبناه على الاقل يسوي استعراض الاطفال بسيط. هيك في اطفال حاضرين يراويهم ان هذه الرياضه مكانها مخصص بالهلمت وهذا يعني كدليل يعني عندكم بطل قادم ان شاء الله. ان شاء الله. وعندكم اتوقع الميمني شارك الميمني ولا لا هذه المره؟ الميمني؟ ايه يمكن ذاكر اسمه في رمضان كان يشارك بلكسس لون احمر كذا السياره. اوه اصغر متسابق. ايوه اصغر متسابق. لا الحين سيارته في التعديل بعد في التعديل ما دخل معنا ايضا يعني صاحب مستوى متسابق جميل. هي رساله ايضا نوصل للجهات المختصه بان توفر مثل هذه الحلبات في شتى يعني بقاع السلطنه من اجل الاحتواء او احتواء تلك الخامات اللي ممكن انها تخسر ارواحها وتزهق ارواح الاخرين في اماكن غير مسموح ان تقيم فيها مثل هذه الافعال بسيارات في سباقات الانجراف. انا شاكر اكيد لعلي البلوشي مدرب بالجمعيه العمانيه للسيارات ومدرب لسباقات الدريفت والمعروف بلعلوع. شكرا لك يعني. عفوا. يعطيك العافيه ان شاء الله. انا سعيد بوجودكم هنا. واحنا اسعد اكيد. على الجانب الاخر الشكر للمتسابق محمد بن خالد الهنائي احد المتسابقين الرائعين راح يكون له اسم جدا كبير في السلطنه والخليج باذن الله تعالى. شكرا لك يا محمد. تسلم تشرف وجودك. يعطيك العافيه ان شاء الله. اذا الحديث كان مع مجموعه من الشباب بعد الفاصل ابداع صحراوي من شباب من صحار يعني يدرسوا في مختلف الكليات يعني كانوا موجودين في صور أو في صحارة أو في غيرها ولكن إبداعهم يتميز دائما في مدرجات التماسيح. ابقوا معنا.
اهلا بكم من جديد. هي ابداعات شبابيه عمانيه، مجموعه شباب ينتموا لولايه صحار قرروا ان يضيفوا لانفسهم ولناديهم ولجمهورهم ذلك الرصيد الجميل والرائع من خلال ذلك العمل اللي دائما نشاهده بعد كل مباراه على قنوات اليوتيوب. ورحب بضيوفي في الاستوديو، نبدا من اقربنا محمود الفارسي ومحسن العجمي ومعتصم الرحيلي. مساكم الله بالخير. سعيدين بتواجدكم معنا. كذلك يعني محمود، الفكرة الجميلة والرائعة اللي نشاهدها على قناة اليوتيوب بعد كل مباراة، بدأت بفكرة وبدأت الفكرة تكبر وأكبر وأكبر. محسن عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نشكرك على الاستضافة. يعطيك العافية. بداية فكرة كانت يعني قبل، هي بالتحديد قبل صعود النادي إلى درجة المحترفين، بالتحديد في مباراتين الملحق. جميل. كنت أفكر أنه لازم تكون هناك يعني رسالة الجمهور توصل للشارع الرياضي. جميل. من خلال طبعا لقاءات وكذا. فبدينا الفكرة من، طبعا كنا بنبديها في مباراتين الملحق. لسبب ظروف معينة ما تمكننا من. جميل. من البدء فيها. راح ناخذك اكثر بعد. معتصم صاحب الاحصائيات والارقام، شفناك بس كذا في احد الفيديوهات، كيف اخوك الصغير ان شاء الله؟ والله اموره طيبه ان شاء الله. مريض شويه اليوم. الحمد لله. الله يقوي بالسلامه ان شاء الله. جميل. نشوف واحد من الفيديوهات الخاصه اللي انتجتوها وعملتوها في لقاءات مع الجماهير، مخرجنا الجميل والرائع، خلينا نتابع. السلام عليكم، معكم محمود الفارسي في برنامج رأي الجماهير. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: من سبق لبق. الجرائد المحلية كعادتها كانت حاضرة لتغطية مباراتنا مع نادي ظفار. خلونا نشوف أبرز المواضيع في الجرائد المحلية. خلونا نشوف أهداف التماسيح في هذه المباراة. مارديكيان يحاول، مارديكيان لحازم، هي أمام المرمى، الله! كم تتوقع نتيجة المباراة؟ والله إن شاء الله 3-1. 2-0. 2-0 إن شاء الله. 3-1. 2-0. 2-0 صالح صالح. نتيجة 2-0 إن شاء الله. إن شاء الله 3-0. إن شاء الله 1-0. 2-0. إن شاء الله مليون صفر. 1-0. 2-0. 2-1 إن شاء الله. إن شاء الله سحار إن شاء الله. 1-0 إن شاء الله. 2-0. بتفوز سحار إن شاء الله. طفلي جمهور سحار في كلمتين. ملتزم وحقيقة صابر على الفريق. الجمهور بصراحة ما يوصل. جمهور رائع وجميل، مكفي وموفي. والله متميزين وبدعيب كل جولة، يتميزوا أكثر وأكثر عن الجولة السابقة. كفو عليه. والله الجمهور رائع. ماشينا في السم. أحييهم على هذا الحضور. صراحة الجمهور لا يوصف، جمهور سحار لا يوصف. تماسيح قاتلح. جمهور سحار رائع صراحة. كيف شفت الشوط الأول؟ الشوط الأول الحمد لله رب العالمين لعبهم جيد. لو يستمر ان شاء الله هذا اللعب ان شاء الله فازي 2-0. والله الشوط الاول حماسي من جهه سحار، وفي ضياع فرص يعني كثيره، والمباراه جيده الشوط الاول. والله الشوط الاول سحار كان ماسك كوره مع فرص وضاعت فرص يعني. المطلوب الشوط الثاني فقط استغلال الفرص. الشوط الاول صراحه الاداء اوكي لانتو، لكن ان شاء الله الشوط الثاني باذن الله بنحرز الهدف. جيد جدا، بالممتاز على جيد جدا الحمد لله. وش المطلوب من اللاعبين اللي يسووه عشان نتوفق ان شاء الله في الشوط؟ ان شاء الله اللاعبين المشكله انهم ماخذين الجهة اليسار، ما يحط الجهة اليمين. ها فهمت لي؟ الجهة اليمين المفروض يشغل الجهة اليمين، دائما مفتوح الجهة اليمين، وانتم شفتوا يعني نفسكم. جهة اليمين لازم يشغلوها. وش المطلوب من اللاعبين ولا من المدرب يسويه عشان نحافظ على النتيجة خلال هذه العشرين دقيقة المتبقية؟ طبعا هناك نقص حي اللاعب ليه ما موجود، مطلوب يدخل الحين هو بيكمل الباقي. والله يلزم يحافظوا على النتيجه هذه الايجابيه 1-0، ويامنوا الخط الخلفي، لازم يرضوا بيه من عطى خاصه من الهجمات المرتده ولا الهجمات المعاكسه. ان شاء الله هدف ثاني ونحافظ على النتيجه، ونتمنى الافضل ان شاء الله. نتمنى الافضل. المغردين على تويتر ما شاء الله عليهم، خلينا نشوف أبرز تغريداتهم.
طبعا ما ننسى دور الفيسبوك، جيبوا الفيسبوك شباب. خلونا ناخذ لفة على الانستغرام، ما شاء الله المصممين مبدعين هذه المرة. في نهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الاشتراك والمشاركة والإعجاب، وشاركونا على وسم تعال تعال رأي الجماهير. اهلا وسهلا بكم جاكا، وصل لك الوسم رأي الجماهير. ايش سالفة المليون صفر؟ والله مع الولد الصغير، والله يا الاطفال يعني تلاحظ بعد كل مباراه يعني سهل البرنامج انه يجذبهم الى المدرج. حتى تلاحظ انه في اطفال يصروا على اولياء امورهم ان انا لازم اروح المباراه عشان اظهر في اللقاءات في البرنامج. بعد كذا ناخذ طبعا نعطيهم فرصه او مجال انهم يظهروا في البرنامج، فتحصل انه انا وهو يروح المدرسه انا والله ظهرت في البرنامج، انا ظهرت في البرنامج. فاطفال الثانيه اصحابه في المدرسه يكونوا يعني يجوا للملعب. وهو ذاك اليوم ما اعرف ليش يعني توقع ان النتيجه واحد صفر. ما اعرف ليش توقع ان النتيجه واحد صفر. يعني محسن، البرنامج اللي عملتوه كان له دور جدا كبير، وان الجمهور الصحراوي يحضر للملعب يشجع الفريق. وانتم الأمانة فاكهة الدوري، ومثل ما كتبناها جمهور صحار أو صحار غير بجمهورها. غير بجمهور. طبعا أكيد إذا أنت تشوف صورتك في فيديو تقريبا الأرقام موجودة على المعتصم. إذا أنت تشوف صورتك أو يعني صوت أو اللقاء بالضبط، اللقاء في الفيديو، تشجع أخوانك الصغار إنهم يجوا، تشجع أولاد ربعك في المدرسة إنهم يحضروا. في ناس يعني بأمانة ما كانت تحضر، لكن بعد كم حلقة كذا كانوا يقولوا إن نحن بنجي عشان أنتوا تسوونا معنا. أقولهم طبعا تفضلوا، إحنا أكيد هالبرنامج يعني هدفه جذب الجمهور بالضبط. ولكن في النهاية يمكن وصلت الرسالة بالشكل المطلوب اللي كنتوا تهدفوا توصلوا لها بأمانة يعني فيهم. معتصم الرحيلي، شفناك في كذا واحد من الفيديوهات، كنت انت اللي تدير اللقاءات ايضا ولا لا؟ لا والله ما كنت معهم انت. زين، معتصم عندك ارقام واحصائيات ممكن ناخذها من عندك بخصوص الجماهير وغيرها من الاشياء انا الثانية. بكلمك اول شيء بدايه عن قناه اليوتيوب، قناه صحار كلب على اليوتيوب. طبعا هي في البدايه انشاناها نحن في تاريخ 7/7/2012، تقريبا كملت الحين سنه وكذا شهر. قناة اليوتيوب الحين حصلنا احنا ل 540 مشترك في القناة، للمشاهدين وصل عددهم 186,000. جميل. انزين، طبعا انتشر بحسابات الفيسبوك اللي هي تابعة لمنتدى الجماهير، تويتر، الفيسبوك معنا قريب ال 5,000 متابع، تويتر نفس الشيء 2,400 متابع، خدمة الواتساب عاملة شغل كبير تقريبا. يمكن هي يمكن الجزء الأكبر من خلال الترويج اللي انت تقوموا فيه معتصم. الحين واصلين عدد الاعضاء في خدمه الواتساب قريب ال 2,300 عضو. جميل. المنتدى اعضاء 2,500، وطبعا انشا 2010. قناه اليوتيوب نحن حابين انها تكون هي مثل ما قال احد الاخوان امس في احد التغطيات في صحار، قال لي قناه ترى صحار رياضيه مصغره. جميل. وللامانه يعني العمل كان يشد، يعني اول ما شفت اول عمل مقدم لكم قلت حلوه، في جماهير او في شباب بالفعل مبدعين ويشتغلوا وحابين الشغل والعمل نفسه. تفضل ما تسمع. اكيد، يعني هي اول حلقه كانت لنا في برنامج رأي الجماهير، صحيح انها جات بدون تحضير وكذا سريعه، بس الحمد لله يعني حصلنا ل 2,500 مشاهد، هذا اكبر عدد هذه الحلقه الاولى. الحلقه الاولى فهي كانت عطتنا دافع كبير ان تواصل نواصل ونقدم
كل اللي عدنا لجمهور صحار لانه يستاهل بصراحه. جميل جميل. وصحار دائما تستاهل بالشباب الرائعين المميزين مثلكم. محمود، ما واجهت صعوبه في التواصل مع الناس اثناء المقابلات؟ في ناس تعترض ما تريد او ما تحب تظهر على الشاشه نفسها. دائما ما نواجه المشاكل احنا ترى. يعني انا سبحان الله يعني بعض الاحيان تحس الناس ان عندهم خوف من ظهور امام الكاميرا، يعني خاصه الاطفال او اللي هم كبار في السن، ان يقول لك انا ايش بقول امام الكاميرا. فانت تضطر تبسط السؤال، تعطي سؤال شويه يتناسب مع عمره او يتناسب مع المباراه ومسار المباراه. جميل. تحصل الاطفال جدا متفاعلين معنا، يعني تلاقيهم يقولوا كلام ممكن الكبار حتى ما يقولوا. وهذا بسبب انهم متواجدين في محيط المدرسه، الربع الزملاء مع بعض ويتناقلوا حديث المباراه. يعني انتم عندكم اليوم مباراه ديربي، انا راح اجيك عليهم انت ومعتصم. محسن، كيف التقليعات اللي تشوفوها في الملعب حاضره عند الجمهور؟ يعني تلقى بالوان باصباغ، اللي لابس قناع يعني، والتمساح موجود اهم شيء. التقليعات دائما موجوده في جمهور اصحاب وفي مدرج اصحاب بشكل عام. التقليعات ما كانت بالشكل اللي مطلوب لحد الحين، ما هي يعني نحن رساله للمشاهدين والجمهور مباراه اليوم خاصه انه يجوا بشكل كبير من التقليعات. طبعا هناك في جوائز قدمها احد الداعمين وهذه فكره بعد، حتى انه في جوائز للجمهور الحاضر بعد. اكيد اكيد في جوائز قدمها احد الداعمين للبرنامج نفسه. واكيد ان التقليعات لها اللي لابسه محسن منتديات جميع الصحار، هذا ما قد يسأل عنها الشعار الخاص بمنتديات الجماهير. خاص بالمنتديات. جميل. أنا راح ناخذ فيديو الاستعداد، يمكن هم اللي أقاموا هالفيديو أيضا تحت مظلة منتديات جماهير الصحار، وهم يكملوا يعني مجموعة شباب صحار عاملين شغل جدا جميل ورائع لناديهم. بعد كذا راح أخذ توقعات مباراة اليوم إن شاء الله. نشوف ماجد الفيديو البسيط ونرجع كذا بعد شوي. شيلوا الشيلات قبل الصافرة، اسمع 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 اقنع، لو تصيب ولو تخيب شد حيلك يا الحبيب، لو تصيب لو تخيب شد حيلك يا الحبيب، ويفيك عدد وشلون حطها عطاير، وشلون يابها عطاير، طايرة طاير حطها عطاير، إذن هذه واحدة أيضا من التقليعات الرائعة والجميلة تحت مظلة منتديات جماهير صحار عبيد المعمر اللي كان يمثل، وهو بعده نايم للحين أتوقع. محمود، بشكل سريع الوقت خلص معنا، أعضاء الطاقم اللي يشتغلوا معاكم في برنامج رأي الجماهير. طبعا طاقم عندنا مثلا محمود الفارسي في التقديم، عبيد المعمري، عندنا محمود الرحيلي، عندنا أحمد العجمي، عندنا في الجرافيك أحمد الفارسي، في المونتاج محمد العجمي، عندك في الاعداد ايضا عبد اللطيف الفارسي. انا تحيه لعبد اللطيف الفارسي اللي هو يجوب معنا طبعا حوالين السعوديه. أيوة. جميل. انا حاب اشكركم. نتيجه مباراه اليوم والله في اتوقع ان شاء الله فوز صحار 2-0. والله ان شاء الله يفوز صحار ان شاء الله. تمني معتصم لكن ان شاء الله الشباب ما بيقصروا ان شاء الله واحصل. جميل. في اسماء معينه بسرعه؟ في اسماء لا ننسيها طبعا، ذكر هو بعضهم، يونس محمد بقى في اعداد الحلقه، يونس العجمي اللي هو صاحب شركه الانتاج التابعه الخاصه بالبرنامج، عندنا حسين العجمي، عندنا معتصم مصور، وعندنا احمد بعد مصور. جميل. ومحمد العجمي مونتاج ذكر محمود. جميل. وعندك المخرجين طبعا. جميل. عمل طاقم جدا رائع جميل. انا افخر فيكم، الناس تفخر فيكم، الصحار باكملها فخوره بكم بامان العمل اللي تقدمه. تستاهل كل خير. محمود الفارسي،
محسن العجمي، معتصم الرحيلي، عبد اللطيف الفارسي، شكرا لكم على تواجدكم معنا. رحلة سالمة وآمنة وتوصلوا إلى ملعب المباراة بإذن الله تعالى. شكرا لكم. إذن مشاهدينا نصل بكم لختام الحدث لهذا اليوم، شكرا لطاقم العمل الرائع والمتميز، شكرا لضيوفنا المميزين. غدا إن شاء الله من الثالثة إلى الرابعة، اليوم الكلاسيكو، بكرة تغطية خاصة إن شاء الله لمباراة الكلاسيكو. ليلة سعيدة، إلى اللقاء.